اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده وفيديو جديد هنتكلم فيه عن برج مهم جدا في التشانل، هو من الابراج الاعلى نسبه مشاهده، وهنتكلم عن اهم نصايح وتوقعات وتحذيرات لبرج الحوت المائي لشهر مارس 2021. كالعاده بليز ما تنسوش تتابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وتقولوا لي بتتفرجوا عليا من فين، انتوا برج ايه. بليز يا جماعه تدعوا لي عشان الفتره دي عندي مشاكل كتير قوي قوي قوي، محتاجه يور سبورت، محتاجه دعواتكم. يعني I have so many things و stuff كده في حياتي فلخبطة يعني، ف I need your محتاجة تدعولي يعني. طيب هنتكلم عن برج الحوت وإيه أهم نصايح لبرج الحوت. أول حاجة برج الحوت، شايفة طاقة مسيطرة عليك جدا الفترة دي، وهي طاقة زعل. شايفك زعلان أو متضايق أو متأثر أو في حاجة مضايقاك، ممكن تكون زعلان على نفسك، ممكن تكون زعلان عشان من حد تاني، او انت زعلان من مثلا افراد قريبه منك خذلوك، او في ناس انت واخد منهم موقف ومتضايق ان هم مثلا كنت محتاج منهم كاند اوف سبورت او دعم، والناس دي ما دعمتكش بالشكل اللي انت محتاجه، فانت متضايق وحزين. فالحوت طاقته الفتره دي حزن، قلق، زعل، خوف، انت في حاجه انت خايف منها يعني. فاول حاجه لازم تعملها ان انت تحارب الطاقه السلبيه، لازم ان انت تدعم نفسك بنفسك، ما تحتاجش الدعم من حد من براك يا برج الحوت، انت الوحيد اللي لازم تدعم نفسك، لازم تقوي نفسك، لازم تقف جنب نفسك. علشان كده يا برج الحوت اقف، يعني اسند نفسك وقوم، ما تستناش حد تاني يجي يسندك او يوقفك تاني. برج الحوت كمان شايفه عندكم الفتره دي طاقه عدم قدرة على التفاهم، يعني انت متعصب بسرعة، ما بتعرفش تتفاهم مع حد، حتى الناس القريبين منك مش عارف تتفاهم معاهم، مش عارف تتكلم، مش عارف، عندك خوف، انت خايف من حاجة معينة زي ما قلت. لا، الطاقة دي مش كويسة خالص، وده لازم تخرج منها، لان انت من الابراج المحظوظة اصلا في النص في 2021. فحاول ان انت تتحرر من اي طاقه سلبيه هتسيطر عليك. طيب صحتك، شايفه صحتك كويسه جدا، شايفه على النطاق الصحي لا انت كويس، ممكن تكون عانيت شويه مشاكل صحيه، الام في الظهر، الام، بس انا شايفه ان تعبك نفسي اكتر من جسدي. حتى لو عندك الام جسديه لا شايفاك هتتحسن، هتبقى افضل، هتبقى احسن، الدنيا عندك افضل، الدنيا عندك فيها opportunities كويسه جدا. فصحيا شايفاك كويس، يمكن انت عندك حد قريب منك هو صحيا بس اللي عنده مشاكل. هو في ايه الكلب ماله؟ هو ماله يا عمر؟ هو اتجنن ولا ايه؟ معلش يا جماعه، اصل الكلب لا 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 وبيشميني كده ليه؟ عايزاك تعمله كده. طب معلش يا عمر ابعد عني انت كمان. معلش يا جماعه، اصل الكلب جاي من بره مهايبر عليا خالص. طيب ممكن صحتك تبقى انت محتاج بس تاخد بالك من صحتك الفترة دي، تاخد بالك من اكلك، تاخد بالك من تغذيتك، العبوا رياضة، تمشوا، بلاش تجينوا ويت، خلي بالكم ما تاكلوش اكل مش صحي، ابعدوا عن الحاجات المهدرجة، ابعدوا عن الزيوت، ابعدوا عن لا 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 كده كتير، ابعدوا عن الزيوت، ابعدوا عن لا لا سلام وراح فين، ابعدوا عن الزيوت، ابعدوا عن الحاجات اللي مش صحيه، حاولوا تاخدوا اشربوا ميه كتير، خلي بالكم من صحتكم يا برج الحوت. بس انا شايفه صحتك كويسه، ممكن يكون حد قريب منك او حد من عيلتك هو اللي صحته فيها شويه مشاكل وانت قلقان عليه، او حاسس بقلق، حاسس بخوف، حاسس ان انت الشخص ده انت خايف عليه. اما انت كصحيا انا شايفه ان انت ممتاز او في تقدم في الصحه عندك، فتقلقش على نفسك، كل حاجه ماشيه تمام، بس حاول تبعد عن الحاجات الان هيلثي، الاكل الجانك فود، الاكل مش صحي، الصودا، الكافيين، المنبهات الكتيره. اما في شخص عندك في العيله، الشخص ده خلي بالك شويه منه، لان هو ممكن يكون محتاج دعم نفسي، محتاج دعم صحي، محتاج دعم تغذيه، محتاج ياكل كويس. ليه كده يعني؟ ليه هزل كده؟ وجي قاعد تحت الترابيزه ليه هوتو؟ تعالى تعالى كم تعالى ليت مي شو يو. يا سلام يا جماعه والله استنوا بس هي. تعالى كم اهو يا جماعه، بصوا هو مجنني من ساعتها. سي هاي هيزل. استنى يا عمر عشان هسيبه دلوقتي حالا، معلش يا جماعه انتوا ايه مش غرب بس. طيب فحاولوا ان انتوا تبعدوا عن اي طاقه سلبيه، وخلي بالكم من صحتكم، في شخص ممكن تحتاج تخلي بالك من صحته في العيله، يعني الشخص ده ممكن يكون شخص قريبك او شخص صديق ليك، هو ممكن صحته يكون فيها شويه مشاكل. لا هيزل انت كده واخد هو هيزل بقى مشهور خلاص، اسمه هيزل وهو ولد صح يا توتي؟ right you what can you just said حاجة. بصوا يا جماعه كيوت ازاي، بصوا عسل ازاي. هزل يلا ها انزل بقى، انا بس هنزله يلا جو.
لا ما تجيش جنبي بقى. ده ايه الشغلانة دي؟ طيب دي نطاق الصحة. في نطاق العمل عندك استرس، عندك شغل كتير، مطلوب منك حاجات كتير، ممكن تكون بتتعب جدا يا برج الحوت، بتبذل مجهود كبير جدا علشان توصل لهدفك، عندك استرس في الشغل، يعني مصاريفك كتير جدا، فانت بتتعب علشان عندك ديون او عندك حاجات التزامات انت عايز تلتزم بيها، وانت حاسس بحساسيه زي ما يكون كان عندك مصدر دخل وانت فقدته، فانت حاسس بالقلق فعايز تعوض مصدر الدخل ده علشان تقدر يعني ايه تظبط عشان تقدر تظبط الدنيا. فعندك ستريس في الشغل ان انت عندك مبلغ معين عايز توصله في الشهر، شايفاك بتشتغل كتير، شايفاك بتبذل مجهود كتير، شايفاك عايز تنجح، فدي حاجه كويسه عندك يا برج الحوت. بس شويه تحديات انت هتتخطاها، وعندك انتصارات في الشغل، عندك ناس بتكرهك، ناس بتغير منك، ناس بتبص لك، حاول ان انت تتجاهلهم. عندك اعداء نجاح كتيره جدا بيحقدوا عليك، شايفينك بيبصوا لك كتير قوي في حياتك يا برج الحوت، بيبصوا لعيلتك، فخلي بالك ان الناس دي ما تنتبه لهمش خالص، لان هم ما لهمش حل، هم الناس دي حقوده يعني ما لهمش اي 30 لازمه، فانت تجاهلهم تماما ولا كانهم موجودين في حياتك يا برج الحوت. والله العظيم تعبت من الطرح. فتجاهلهم تماما ولا كانهم موجودين عندك في حياتك. في حد بيقول انت لابسه كده ليه؟ اصلا يا جماعه راح الجيم، فانا عايزه اقفل ام الزفت ده. ايوه بس كده، تعالي بقى كده. فحاول تتجاهل اعداء النجاح دول، حاول ما تديهمش اي ناس نيجاتيف حواليك، تخلص منهم، بطل تكون انت مصدر نيجاتيف، وبطل تنتبه للناس النيجاتيف، يعني ابعد عن الناس النيجاتيف، ابعد عن الناس السلبيين، بطل تكون حساس يا برج الحوت. انا شايفاك ممكن تكون بتتحسس او بتزعل من حاجات كتيره جدا، ممكن تاثر على علاقاتك بالناس التانية، فحاول الحته دي ان انت تتجنبها وتبعد عنها وتمشي الدنيا معاك يا برج الحوت. طيب برج الحوت والمال، شايفه ان انت مصاريفك كتير يا برج الحوت، ما بتحوش، مبذر جدا، محتاج فلوس، او انت مديون الفتره دي، فحاول ان انت تسيف شويه، حاول تظبط مصاريفك، بطل تصرف فلوس عمال على البطال، بطل توزع فلوسك، اعمل بلانز لمصاريفك، لان انا شايفه ان انت ممكن الفتره دي تكون محتاج اموال بسبب قله البلانز او قله التخطيط عندك. انت محتاج يبقى عندك خطه. برج الحوت من الابراج المبذره جدا، او الابراج الصريفه، بيصرفوا كتير قوي، فركز في مصاريفك يا برج الحوت، خلي عندك اولويات، ما تخليش حد يستغلك. في ناس ممكن تكون بتاخد منك فلوس من غير ما تاخد بالك، بيستغلوك ماديا، فركز في الناس دي، وما تديش لحد فلوس الا لما يكون حد قريب منك درجه اولى، لان ممكن يضحك عليك في شويه فلوس، يعني حد ياخد منك فلوس او يستغلك ماديا. حاضر حاضر ماشي. لا جاي لي تاني ليه؟ جاي لي تاني ليه؟ لا انا مش عايز العب معاه دلوقتي يا جماعه، وساب مصر كلها وجاي يقعد معايا. طيب تعالوا نتكلم عن برج الحوت والحب. قولوا لي يا جماعه القراءه دي تتفق معاكم ولا لا؟ قولوا لي بتتفرجوا عليا من فين وانتوا بتتكلموا عليا. عندك حاجه حلوه هتحصل لك يا برج الحوت، مفاجاه جميله او مفاجاه ساره او خبر سار هيدخل حياتك. عندك احتفالات في العيله، بتحتفل انت وعيلتك او انت واصدقائك بحاجه، وممكن تكون مصدر للحسد، ناس كتير بتبص لك، ناس كتير مركزه معاك، ناس كتير شايفه ان انت بتوصل كل حاجه انت عايزها، بيحقدوا عليك. حاول ان انت ما تديش لحد معلومات كتير عن نفسك، ما تتكلمش كتير، يعني حاول ان انت تبقى مرتب في كلامك، ما تقولش اسرارك، ما تحكيش كتير عن نفسك. طيب برج الحوت والحب. الحوت يشعر بالوحده في الحب. عندك وحده، شعور بالزعل، حاسس نفسك حزين وحيد لوحدك، الموضوع ده مأثر عليك نفسيا جدا جدا يا برج الحوت. حاسس ان حبيبك او شخص انت بتحبه اتخلى عنك او سابك او مشي، وانت في اعز وقت محتاج له. انا شايفه الحوت نفسيا وعاطفيا حزين وزعلان وكئيب، وحاسس ان هو لوحده. اولا ما تخليش طاقه دي تسيطر عليك، حتى لو حبيبك مش هيرجع لك تاني على فكره، هيرجع لك ندمان. ممكن تكون بتراقب حبيبك، بطل تراقبه علشان الموضوع ما يستفزكش اكتر وما يضايقكش اكتر. انت حاسس بان الشريك مش بيهتم بيك او مش بيديك الحب اللي انت محتاجه، خلاص الشخص ده انسان، ما تفكرش فيه بجد، بص لمستقبلك، بص لقدامك، هو لما يحس ان هو فقدك هيرجع لك تاني. فشايفه ان الحوت تعبان صحيا وتعبان نفسيا. لو انت مرتبط، شايفه ان انتوا يعني في شويه اون اوف شويه في العلاقه، ممكن يكون حبيبك سافر او بعد عنك، فده برضو حاجه مأثره عليك نفسيا. حاول ان انت تتكلم معاه، حاول ان انت تشوف ايه الحاجات اللي مضايقاك منه، خليكوا صراحه مع بعض. لو انت منفصل، انا شايفه ان في نسبه كبيره ممكن حبيبك يحاول يرجع لك او يجي يتكلم معاك، او يحاول ان هو يبقى فيه يعني كومن انترست ما بينكم.
بس انا شايفه ان لا، الحوت شايفه ان عندك حب جديد على فكره، عندك اشخاص كمان مش شخص واحد داخل حياتك الفتره الجايه. لو انت عايز تبقى منفصل، في شخص جديد داخل حياتك، شخصين هتبقى محترمه بينهم، حد بيديك الامان المادي والامان الاستقرار بتشوف فيه عقل، وحد تاني مجنون زيك، بس انا شايفه ان في حد فيهم ممكن يكون بينتهزك او بيستغلك عاطفيا، بيستغلك ماديا، بيستغلك روحيا. فركز مين الاشخاص اللي داخله في حياتك، وركز انت عايز ايه بالظبط. بس انا شايفاك مركز على حبيب من الماضي. انا بقى عايزاك تنسى الحبيب من الماضي ده، لان انا شايفاه عايش حياته، شايفاه مبسوط، شايفاه منتعش، شايفاه انت مش في دماغه يعني، وانت مهتم بيه او بتراقبه جدا. هو مش بيراقبك على فكره، هو بيبتدي بدايه جديده. فانت عندك حاجه هتفرحك، عندك فرص كتير جدا جدا، عندك فرصه حلوه هتحقق لك امنيه. فركز في كل الفرص اللي داخله لك، بلاش زعل، بلاش قلق، بلاش عصبيه، بلاش حساسيه زياده، خليك ستريت فورورد. لما تكون عايز حد حاجه من حد يحوت، روح قولها له. بلاش ان انت تزعل وتخبي زعلك جواك، بلاش تكتم جواك، لان الزعل ده ممكن يعمل لك حاجات مش كويسه. الفتره دي انا شايفاك نفسيا مش احسن حاجه في الدنيا، بالرغم ان حياتك ماشيه وكل حاجه تمام، بس انت نفسيا محتاج امان، محتاج احتواء، محتاج حب. الحب جاي لك، بس بص، بطل تبص في الماضي. لما تجي لك فرصه فكر في الفرصه الجديده وركز فيها، عشان ما حدش يستغل مشاعرك ويستغل طيبتك ويستغل احتوائك. فشوف مين اللي يستحق الحب ده وادهوله. محتاج تهتم بنفسك اكتر، محتاجين تلعبوا رياضه، محتاجين تلعبوا يوجا، حاولوا تعملوا اي حاجه تطلع طاقه سلبيه من عندكم، لان عندكم طاقه سلبيه شويه. برج الحوت، الحوت يشعر بالوحده، دي اكتر حاجه مسيطره على برج الحوت. طب مين الطاقات الموجوده حواليك؟ شايفه طاقات ابراج مائيه، يعني عقرب حوت زيك، وسرطان، طاقات ابراج ترابيه، ثور عذراء جدا وجد. شايفه طاقات ابراج هوائيه، عندك دلو وميزان، طاقات ابراج ناريه حمل. بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وتنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، وتتابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك. قولوا لي يا حوت ليه بتشعر بالوحده، واحكوا لي قصتكم مع الوحده. قولوا لي كمان بتتابعوني من فين، بتتفرجوا عليا من فين. قولوا لي يا حوت هل انت فعلا منتظر مفاجاه، وهل انت حاسس ان العيون موجهه حواليك، وان انت فعلا بتتحسد جدا الفتره دي، وهل انت في حد بتعتني بيه في العيله ممكن يكون تعبان او عيان وانت المسؤول عنه، ودي حاجه ممكن تكون مؤثره عليك نفسيا. قولوا لي ايه اكتر سبب مخليك قلقان الفتره دي، ونفسكم تحققوا ايه الشهر ده. خلي بالكم من فلوسكم يا برج الحوت، بطلوا تبذير. قولوا لي فعلا انتم مبذرين جدا ولا لا. يا جماعه، عايزه كل الناس عندي على الفيسبوك يكونوا موجودين عندي على الانستجرام، موجودين عندي على اليوتيوب. فلو انت مشترك في اليوتيوب مش مشترك في الانستجرام، ادخل على الانستجرام بتاعي، اكتب رشا مراد، هيظهر لك فيديوهاتي، وادخلوا اعملوا فولو. وعلى الفيسبوك كمان، وعلى اليوتيوب، عايزين نوصل لمليون مشترك. ثانك يو، بحبكم، بحب كل دعمكم، بحبكم جدا يا برج الحوت. اشوفكم في فيديو تاني، باي باي، مع السلامه.